صدر ألزم إن أنت بتقدم الأحكام ماشي خلال الستين يوم بتوع الطعن والنار. خلاص؟ ماشي. طيب لو تقدمه بعد الطعن والنار أو بعد فوات الميعاد المحكمة تقضي بعدم إيه؟ بعدم القبول. يبقى إحنا ناخد بالنا جدا يا جماعة وكن تفضلينها. دي ما اشترطش خلال 60 يوم، هو بس حكمين، حكم الابتداء وحكم الاستئناف خلال 60 يوم. تمام؟ وبرضه السؤال ده أثير بين بعض الدوائر، قال لك هيسري عليه المستعدات ولا لا يسري عليه، واختلفوا اختلفت الهيئة دي بقى من الكواليس يعني، اختلفت الهيئة العامة. هو أنا أقصد لو في مذاكرة مقدمينها مثلا في الاستئناف العادي وفيها دفع أو طلب، وأنا عايز أقول ممكن في بعض المحكمة أختلفت. تمام. أقدمه مع الورق ما انا هقول لك الحكم، حكم الهيئه العامه يا جماعه قاصر على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي خلال ال 60 يوم. خلاص؟ طب بعد ال 60 يوم والطعن لسه لم ينظر وانا عندي مذكرات عايز اقدمها او صوره رسميه من تقرير الخبير او ان انا منع مثلا على ان تقرير الخبير خالف السبت الاوراق. خلاص؟ يجوز لك ان انت تقدمي الطلب ماشي انا فلان الفلانيه المحاميه وكيله عن كذا بسند الوكاله ارجو قبول صوره رسميه من التقرير الخبير في الدعوه رقم كذا 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 المتعلق بالطعن رقم كذا كذا. خلاص مفيش اي مشكله دي. خلاص بقول لحضراتكم بقى ان هو كان يثير ان هم كانوا عايزين يخلوا حكم الهيئه شامل الاحكام والمسادات. تمام؟ ولكن دي ولكن يعني ايه؟ ربنا قدر ان ايه يسر شويه. تمام؟ ان تبقى مفتوحه ان انت ممكن ترجع المسادات فيما بعد. خلاص او ايه اصل انت ممكن في حاجه احنا مثلا البشر احنا ممكن اوضعنا صحيفه الطعن والاحكام وانا بفر مع نفسي كده لقيت مخرج صغير كده هيخلص لي الطعن ده وانا محامي الطعن بس ما كانش جه في وقتي في دماغي مش اثناء اداء الصحيفه بتدركه بايه؟ ان انا بقدم المستند بتاعي صح كده؟ طب لو انا ما قدمتش المستند ده خلال ال 60 يوم لو كان حكم الهيئه شمل كافه المستندات بما فيها الاحكام يبقى انا كده عدم قبول. اتفضل حضرتك. هل ده يشمل الاحكام التنفيذيه زي التحقيق والاحكام؟ لا 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 هو خاص بالاحكام حكم المفهوم فيه مش والحكم الابتدائي. بس يبقى انت لازم تودع الصحيح يعني انت دلوقتي قضاء اوجب حكم الهيئه اوجب تودع الصحيح خلال 60 يوم خلاص وتودع الحكمين حكم الابتدائي والحكم الاستئنافي خلال 60 يوم فيما عدا ذلك من المسندات يجوز لك ان انت تقدمها حتى قبل قفل باب الايه؟ المرافعه. تمام؟ طبعا المذكرات تبادل المذكرات طبعا القانون حددها ان 15 يوم بين كل قسم وقسم انت بتودع المذكره ماشي وبتعلن قسمك بيها فهو ان هو يرد خلال الايه؟ ال 15 يوم. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا عشان نتفادى صدور حكم بعدم قبول الطعن ان انا لازم اقدم الصحيفه خلال ال 60 يوم مرفق بها صوره رسميه او معلنه للحكم المفهوم فيه واخرى من الحكم الابتدائي اذا كان الحكم المفهوم فيه احال اليه. لو ما حدش خلاص ماليش لازمه ان انا اقدم ايه؟ الصوره. خلاص كده؟ طيب الصوره الضوئيه ما تنفعش. الصوره الضوئيه ما تنفعش لو وعدت ان انا اقدم وحتى لو انت قدمت الصور الرسميه او الصور المعلنه بعد مرور ال 60 يوم برضه هيدي عدم قبول ما لم يكن في ميعاد مسافه او ميعاد اجازه بيمتد الميعاد طبعا وفقا لايه؟ للميعاد المعدل في قانون المرافعه. تمام كده؟ طيب بالنسبه للطعن بالنار لما حضرتك بتيجي تودع صحيفه الطعن بالنار قدام المحكمه خلاص هم كانوا عاملين غرفه مشوره بس لغوها يعني زي هيئه تحضير كده بس اتلغت الجزئيه دي. تمام؟ انت بتأيد حكم بتأيد الصحيفه وبتودع الكفاله لو حكم الطعن صادر على حكم صادر محكمه الاسناف بتبقى قيمه الكفاله 250,000 جنيه لو الحكم الابتدائي بقى هي استئنافيه بيبقى 150 جنيه بنودع الكلام ده بالمسندات المؤيده دي. خلاص؟ وبعد كده بياخد سعادتك رقم وبيعلن بالقلم وبيدي الموظف قلم الكتاب بيودي الصحيفه للمقدرين عشان يعلن بصحيفه الطعن بالنار. خلاص اعلنت صحيفه الطعن بالنار بتدي المده البينيه اللي هي 15 في 15 للخصوم ان هم يودعوا المذكرات. بعد ما بتودع المذكرات خلاص الطعن ده كده بيموت شويه خلاص كده يخش في الطوق بتاعه. خلاص؟ ان يخلص الطعون اللي قبل كده وبعد كده نيجي عليه الايه؟ الدور. خلاص؟ لا لا لا. يبقى
يبعتش لما حدد ما يكونش عليه دول ما يبعتش للأطراف الجزاء في الايه؟ ما يبعتش للطاعن والطاعن. أنا قلت لسعادتك إن أنت مجرد ما بتودع الصحيفة بيودي الصحيفة قلم الكتاب للمحكمة، قلم الكتاب بيوديها لقلم المحضرين التابع ليها المعلن إليهم يعلنها ويجدها بس كده تمام؟ طيب هم استعادوا بإيه دلوقتي عن موضوع لجان الفحص؟ عاملين كانوا عاملين دايرة قبل كده اللي هي دايرة اليوم الواحد، خلاص؟ دايرة اليوم الواحد دي كانت بتفحص الطعون اللي هي بتخش يوميا. طيب بتشوف بقى الطعون اللي هي عدم القبول هي بعد الميعاد أو عدم الجواز أو الاختصاص ماشي أو عاري عن الدليل إن هو ما قدمش المستندات بتقوم مجنباها ومطلعها لحكم جلسة اليوم. خلاص؟ يعني مثلا أنت مثلا جاي طاعن في اليوم 59 ومقدم الصحيفة بس ما قدمتش الحكمية. خلاص خلاص هو موجود نموذج يبقى عدم قبول انت ما قدمتش الكلام ده تمام. يطعن تاني الميعاد بتاعه خلص خلص الميعاد خلص خلاص كده خد الامر الذي فيه استثنيه تمام. ما بين الحكم الاستئنافي لما انا استنى لغايه ما ينزل لي الحكم بيعذبني والله فاجي انا على محكمه النقض اقول له طب ادي لي صوره من المسند لا السكرتير لا مش موجود تعالى عادي اجي في اليوم 59 60 كمان ماشي حصل ما انت معاك لحد اليوم 60 مفيش مشكله فيه يعني هو مش يعني مثلا مش الطاعن يوم 30 الطاعن ده هو الهبل والطاعن اللي هو بتاع يوم 60 مش الهبل. هو اهم حاجه العبره ان انت تكون الطاعن بتاعك مستوفي من الناحيه الاجرائيه ومن الناحيه الموضوعيه. هو الطعن ليه شكل إجرائي وشكل موضوعي. تمام هذا الشكل الإجرائي بتاعنا المسندات عدد صور الطعون عدد صور الصحيفة ماشي سند الوكالة يعني مثلا كتير جدا يا جماعة من السادة المحامين إخواتنا يبقى التوكيل من توكيل يعني مثلا أنا وكيل عن أخويا ماشي أو عن أشقائي ووالدتي والدي توفى وهم عاملين توكيل عام وجيت عملت توكيل لأحد الزملاء عشان يرفع طعن بيجي يقدم التوكيل الاخير اللي انا وكلته بيه ما بيقدمش سند الوكاله اللي الورثه وكلوني ليه فبناخد على القبول برضه. طب يعني ما ينفعش في دارك كده ماشي ما هو انت ليك ان انت تقدم التوكيل الثاني ده قبل قفل باب المرافعه مفيش مشكله بتقدمه في اي وقت بس انا بتكلم فيها يا جماعه معلش يعني احنا بشر ازاي انا دلوقتي جيت طعنت بالنار وانا محامي خلاص هو انا هقعد افتكر الطعن ده من خمس ست سنين تمام؟ طب ما انا استوفيه شكلا ماشي اديله الصحيفه ماشي وسال الوكاله المسؤول والمستندات الداله عليه وكل مدى كده زميل رايح القاهره او كذا هم على فكره هينشئوا السنه دي موقع خاص لجميع الساده المحامين طبعا بفلوس طبعا ما فيش حاجه من غير فلوس تمام؟ تقريبا في السنه تقريبا لا ب 500 جنيه او ب 700 جنيه تمام؟ ان هيبقى كل محامي ليه صفحه خلاص ال 500 وكمان ال 500 جنيه هتبقى لكل طعن مش للطعون يعني مثلا لو انت مش رافع كل طعن هترفعه عايز تستعمل عامل الكترونيا هتشترك فيه تدفع 500 جنيه من ضمن الرسوم هم هيقضوا بتاع الكريم عشان يدفع الاستعلام انا بستبق الاحداث اهو هم هيعملوا كده فعلا من بدايه السنه الجديده ايش انت صالح على النبي انت لو انت محامي من سوهاج او سوهاج او محامي من اسيوط ومالكش زميل يستعمل هتيجي تستعمل من محكمه النار هتدفع كام؟ 100 ريال تمام؟ طيب ما هو ده هيتحمل على الموكل بس هي الجزئيات ايه؟ طب انا عايز مش هنعمل الجزئيه دي ما هو كان حقوقي هو مش حقوقي الاختياري ازاي؟ سعادتك هتبقى قاعد ماشي وبالموبايل في المواصلة هتقوم داخل على السايت بتاع حضرتك. عليك لو خليتك دي هتبني يا عم. بص اشتراكات مشروع انا بقول في عربيتك. انا كلمني السلام 100 جنيه على اي طعم كده هيكسب ملايين احسن من اللي هو بيقوله ده. احسن ما يعملوا 500 جنيه. 100 جنيه 100 جنيه لسه شوف استعلامك. لا طب الطب بتاعي خش على البقره بص على الكيس ده دي سياسه خاصه مش عايزين نتكلم في الموضوع كله سياسه خاصه مش جميله هو هيعمل ايه بقى هيعمل نظام ان انت ساعتك عايز تشترك فيه مفيش اي مشكله مش عايز تشترك مفيش اي مشكله فيه وانت قاعد في البيت الطعن اللي انت رافعه من خمس سنين كل ايه اسبوع او كل شهر انت عايز تشوف ايه اللي تم فيه تمام دخل قد المحكمه لنيابه النقض تم تحليل فنون ذاكره
هيقول لك ايه تم تحريف المذكره ومذكره انتهت النقض الحكم او تمام اتبع فيه الجزئيه دي. كل ده هيبقى لكل طاعه مش الطعون كلها يعني مش هي 500 استعلام عن الطعن اللي ده فيه. لا في بقى يعني حاجه احلى واحلى كانت الاستئناف لازم لو انا هنقض قبل ما بنقض بكلم قلم الكتاب ان هو يعلن الخصوم ماشي بالجلسه اللي انا هحكم فيها بالنقض. ليه؟ عشان يبقى هو معلن ان انا حجزت الطعن بالنقض لجلسه الحكم رقم تاريخ كذا. خلاص؟ من تاريخ هذا الحكم بتحسب 6 شهور، لو ما عجلوش وعجلوا بعد ال6 شهور تيجي انت قدام الاستئناف تقول والله انا بدفع بسكوت الايه؟ التعجيل او بسكوت الخصومه للتعجيل ده بعد الميعاد. وصل الحته دي يا جماعه؟ ده محكمه الاستئناف. انا نقضت واحلت. يعني حكمت محكمه النقض يعني بيقول نقضت المحكمه الحكم المدعوم فيه واحالت الدعوه الى محكمه استئناف الاسكندريه. خلاص؟ انا مهمتي كمحكمه نقض انتهى. ماشي؟ ومحكمه النقض ما بتوديش الحكم الناقض لمحكمه استئناف الاسكندريه. انت سعادتك بتيجي تستعلم عن الطعن بتاع حضرتك تلاقيه نقض. تبدا تعجله، تقدم طلب انا عايز اعجل الطعن ده عشان يروح لمحكمه الاستئناف. لازم الطلب ده يتقدم والتعجيل ده يتقدم خلال ميعاد معين هو ميعاد حتمي وليس تنظيمي خلال 6 اشهر مش لو احنا عملناها قبل بعد 6 اشهر بياخد السقوط. فعشان كده يتعين على محكمه النقض ان هي بتعلن الخصوم في حاله نقض الحكم. يعني دايما كده اعرف كده لو المحكمه اعلنتك اعرف ان الحكم بتاعك هيبقى ما اعلنتكش يبقى هو هياخد عدم ايه؟ عدم طول. طيب لو فات حد احد الخصوم يعني كتير مفيش عوارض قدام النقض. جميل. لا لو جه الطاعن او جه المحامي بتاع الطاعن قدم شهاده الوفاه ماشي بتاعت الطاعن يعني ساعات الطاعن بيتوفى وضوء. خلاص؟ لو اطراف بعد كده يعني كذا طاعن ما انا هقول لسعادتك حاجه وعرف مثلا ماشي بتختلف من اذا كان الطاعن هو اللي توفى وضوء توفي او المضمون ضده. تمام؟ لو انا عندي 2 طاعن ومضمون ضده خلاص انا بتصرف بناء على هذا الكلام. تمام؟ لو هو طاعن خلاص بشوف الطاعن ده توفي قبل إيلاء الصحيفة ولا بعد إيلاء الصحيفة. خلاص لو قبل إيلاء الصحيفة خلاص يبقى كده لم تنعقد الخصومة وبالتالي كده مفيش طاعن أصلا. لو بعد انعقاد الخصومة بعد إعلان الصحيفة وإيلاء الصحيفة خلاص مضعوم ضده خلاص بيختصم ماشي أو المحامي بيقول أنا عايز أجل ماشي لاختصام الورثة أو إن هو بيعمل اختصام الورثة وإن هم يكملوا الطاعن مكان الإيه؟ الطاعن اللي هو دوس. خلاص؟ طيب لو المطعون ضدهم اكثر من واحد خلاص وتوفي خلاص بنظر انا في الحاله دي هل الحكم المطعون فيه قابل للتجزئه ولا غير قابل للتجزئه؟ خلاص لو هو غير قابل للتجزئه يجب علي ان اختصم الورثه كطاعن مش كمحكمه. خلاص؟ طيب لو هو غير قابل لو هو قابل للتجزئه خلاص ما انتش عايز تختصمه خلاص. معايا؟ يعني مثلا زي مثلا القضاء بالريع هو القضاء بالريع ده موضوع قابل للتجزئه ولا غير قابل للتجزئه؟ قابل للتجزئه صح كده؟ لان ممكن يكون واحد يلزم بالريع والتاني ما يلزمش بالريع. خلاص؟ طيب الطرد للغاز قابل للتجزئه ولا غير قابل للتجزئه؟ غير قابل للتجزئه. تمام؟ يا نطردهم كلهم يا نخليهم كلهم. تمام؟ فبنظر حسب الموضوع لو الموضوع قابل للتجزئه بيبقى ليه اجراء معين ولو غير قابل للتجزئه بيبقى ليه اجراء ايه؟ اجراء معين. تمام؟ طب لو انا بطعن النهارده كويس ومعايا توكيل من الموكل جميل الموكل توفى امبارح بالليل حلو ماشي لا مش عليه هو الباشا مش موكل الباشا ما هوش موكل الموكل توفى امبارح بالليل تمام وانت وضحت صحتها امتى؟ انا وضحتها النهارده وهو توفى امبارح بالليل؟ توفى امبارح بالليل وانا ليس لدي علم كمحامي بان الموكل بتاعي اللي هو امبارح بالليل اهو انا بعمل كده يا ريس تمام يبقى في الوقت ده هيحكم بعدم القبول. لا لو اثبت ان انت ما انتش عارف خلاص مش مشكله. لو اثبت ان انت يعني قبليها بيومين 3 10 وانا كمحامي محدش بلغني كويس تمام فبالتالي حقوق ناس كتير هتضيع ماشي ما هو احنا هنشوف بقى انت اودعت في يوم الجام لو ايه ميعاد الطعن لسه موجود يجوز ليك ان انت ترفع طعن تاني ماشي الورث غالبا بيبقى عدل
بيبقى حد يبقى كده خلاص هو يعني احنا امره لنا بس زي ما بيقولوا يعني. لا في له زي حضرتك ده حلوه قوي. احيانا حضراتكم بتحكموا بعدم القبول لعدم تقديم صور رسميه من حكم اول درجه او الاستئنافي. حضرتك تبقى شايف ان كموضوع المقدير بالنقط صحيح على محكمه الاستئناف. طيب محكمه النقط السادة المحترمين اللي فيها ما فكروش ان في الحالة دي ممكن اعلى الطرفين او الطرف اللي هو ما قدمش المستندات تمام؟ ان هو يقدم المستندات وقتوصل على الموضوع يتعايل على المحكمه قال لها توجه الخصوم وانا عايز انك انت تقدم المستندات التانيه. ما هو انت ما هي اصل هي العبره في القصه في ايه؟ انا اقصد عشان بس حقوق الناس ماشي بس انت قطاعي انت راجل انت بتطلع قدام محكمه القضاء ان هو يكون عارف انت عارف بقى بالظبط يعني لسه مش لسه مبتدئ فجاي قدام محكمه ابتدائيه مش حكايه ان محكمه النهضه هي اعلى الهرم القضائي والكلام ده. انت حريص يعني انا مثلا بابا حريص على النوع البدائي ماشي باجي قدام نص ساعه ماشي وانتظر واهدى وكلام من ده وكده صح هي نفس القصه كده تمام لكن ما جيش على النبره بقى وما قدمش وما عملش والكلام ده. فانت دايما ساعد يعني ارمي الكوره في ملعب المحكمه قدم لها كل حاجه تمام وهي تشوف الكلام ده تمام. لكن يعني انا ما عنديش طب انا حتى لو هو هيتناقض انا هكتب ايه يشيلني في الاسباب بتاعته ما انت كمضغوط ضده تختصر له الصبح صح هتختصر له الصبح تقول لي ايه تقول لي والله انت ما حليت على ده انت ده تعامل مصيبه صح كده ولا ايه؟ يبقى مين اللي هيحتاس فيها؟ القاضي هو انت النهارده ضاعت لا ده المطعون ضده صح ولا ايه؟ لكن لو احنا نتفق على ما فيش اي مشكله يعني انت لو مش هتختصرني انا ممكن احكم لك عادي يا اخي مش مشكله. لا وفي نقطه محمد بيه عملا المطعون ضده مش هيعلنها حقيقي السؤال مثلا عندنا رجاله قاعده قاعدين في القاهره اللي بيعمل حاجه كويسه فاحنا هنقول ان انا كويس على الطريق البريد كويس ده هم بس عاملين كده الموجه بحط فوق المسكنه الدفاع بتاعتي وجربته الدنيا ماشيه كويس. هل محكمه النقط فيها اوبشن ان احنا في حاجات اسمها الطريق البريد والطريق الدفاع؟ لا بص لازم يكون بالعريض ومعاه الجواب والا مش هياخدها. هو خلي بالك هو في السبيل اللي عمل كده يعني هم واخدين يعني وبعدين يعني المنهج ده او المنهج ده ان هم عايزين يعملوا زي التقاضي بره ان هو التقاضي عفوا ان انت ممكن تحضر جلسه الكتروني او اونلاين مش تقدم كل المستندات اونلاين وما تجيش ما فيش مشكله خالص تمام. فهم بس انت عارف بقى يوم مصريين لسنه يعني انا عمليتهم يعني طبق فلسفوري ما جربتش هو القانون اوجد زي دلوقتي مثلا هديك مثال بسيط خالص زي حضور النيابه العامه امام محكمه الجنايات والجرم ده وجوبي في تشكيل المحكمه خلاص. رأي محكمة رأي نيابة النقض أو النيابة العامة لدى محكمة النقض هو القانون أوجب على نيابة النقض أن هي تبدي رأيها في الطعن وتجهزه وبعد كده بتعرضه على المحكمة سواء جنائي أو مدني سواء جنائي أو مدني أي كانت النوعية تمام. وإذا لم تكتب نيابة النقض مش مذكرة وعرض الطعن على محكمة النقض ومحكمة النقض نظرته دون تحليل مذكرة فيه الحكم ده غلط خلاص دي من النظام العام تمام. طيب نيابة النقض بتقوم زي بالظبط كده يا جماعة اللي اشتغل قدام المحاكم الاقتصادية زي بتقوم مقام هيئة التحضير هي بتاخد الطعن تقراه تمام وتكتب فيه رأي فيه هي أسباب الطعن والنقض من حيث الشكل بتاعه وطول الشكل مستوفي أو مش مستوفي بعد الميعاد قبل الميعاد بتعدد المستندات التي تم تقديمها تم الإعلان وفق صحيح القانون ولا غير صحيح القانون وبتبدا تحصل المناعي أو أسباب الطعن والنقض وبتكتب رأيها فيه وترفع الطعن وبتقول لي في الآخر ترى النيابة العامة لدى محكمة النقض ماشي قبول الطعن أو عدم الجواز طبعا خلاص. فالرأي غير ملزم لمحكمة النقض تمام. لكن هو النظام العام لازم عشان تشكيل المحكمه او الحكم يصدر صحيحا لازم تكون في ايه مذكره نيابه النقض. لكن دايما في حاجات كتير مش محكمه نيابه النقض بتبقى واخدها نقض مش تنتهي نقض الحكم واحنا بنرفض والعكس تنتهي الرفض واحنا بنرفض تمام. فالاختلاف ده بيبقى حسب في حاجات برضو ممكن محكمه النقض تنقض عداله ما هي القانون ما تنقضش في حاجات بتبقى عداله تمام بتتقاعد بس القانون ما بينقضهاش
يعني بيبقى فيها احنا بنرميها في التسبيبه، لكن الزميل بتاع نيابه النقد ما يقدرش ان هو ما عندوش السلطه او ما عندوش المكنه الواسعه من القانون ان هو يعمل كده. فكل ان محكمه النقد تخالف راي نيابه النقد او العكس ده اللي يقلل من كفاءه الزملاء في نيابه النقد. يعني غالبا العظمى المحكمه